الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقص عليكم في هذه الحلقة قصة عجيبة وفريدة من نوعها. تدور أحداث هذه القصة عن طبيب جراح مشهور يدعى الدكتور هشام. خرج الطبيب المشهور على عجلة متوجها إلى المطار قصد الوصول إلى مكان سيقام فيه مؤتمر علمي دولي، وقد كان الشخصية التي سيحتفى بها داخل هذا المؤتمر. وبعد أن توسطت طائرته السماء، حدثت في السماء ضجة، فقال ربان الطائرة للركاب: إن الطائرة قد أصابها عمى، وعلينا أن ننزل في أقرب مطار سنصل إليه. حينما نزلت الطائرة، توجه الطبيب المشهور الدكتور هشام إلى مكان الاستعلامات، وقال لهم: إنني طبيب مشهور، وكل دقيقة من حياتي تساوي حياة أناس. لا يمكنني أن أنتظر هنا أكثر من 16 ساعة، أجدوا لي حلا حتى أصل إلى المكان الذي أود الوصول إليه. قال له الموظف: يمكنك يا سيدي أن تستأجر سيارة، المكان الذي تود الوصول إليه لا يبعد عن هذا المكان الذي أنت فيه هنا الآن سوى 3 ساعات. استحسن الدكتور هشام الفكرة واستأجر سيارة، ثم توجه. وحينما توجه الدكتور هشام على سيارته، أخذت السماء تمطر. فما كان من الدكتور هشام إلى أن قاوم وقاوم حتى يستمر، رغم أن المطر قد حال بينه وبين الرؤيا، لكنه استمر في طريقه كي يصل في الوقت المحدد. بعد ساعة زمنية وجد نفسه قد ضل الطريق، فما كان من الدكتور هشام إلا أن توقف ليسأل ويستفسر عن الطريق. نظر يمنة ويسرى، فإذا به يرى كوخا قريبا منه، توجه إلى هذا الكوخ الصغير ثم طرق الباب، فإذا به يسمع صوت عجوز تقول له: ادخل. وبعد أن دخل الدكتور هشام على العجوز وألقى التحية، قال لها: إني تائه في طريقي، فهل لي أن أستعمل هاتفك؟ ضحكت العجوز وقالت له: ألا تعرف أين أنت يا ولدي؟ هنا لا هاتف ولا كهرباء، ولكن اجلس وخذ لك كأس شاي واسترح قليلا حتى تسترد عافيتك. جلس الطبيب المشهور ليشرب كأس شاي، فإذا به يسمع هذه العجوز وهي تبكي وتصلي وتدعو الله عز وجل. فما كان منه إلا أن توجه إليها قائلا: لقد أخجلني كرمك ونبل أخلاقك، عسى الله أن يستجيب دعواتك. هنا قالت له هذه السيدة العجوز: والله يا ولدي أنت عابر سبيل أوصى بك الله، وأما دعواتي فقد استجابها الله كلها إلا دعوة واحدة. فقال لها الدكتور هشام: ما هي هذه الدعوة؟ قالت له: إن هذا الطفل الصغير الذي بجانبي هو حفيدي، وقد أصابه مرض عضال، وأخبرني الأطباء بعد أن عجزوا عن معالجته على أن هذا الطفل لن يستطيع أحد معالجته إلا طبيبا واحدا، وهو بعيد عن هذا المكان يدعى الدكتور هشام. وأنت ترى يا ولدي على أنني عجوز ضاعنة في السن، ويصعب علي التنقل إلى ذاك المكان. هنا بكى الدكتور هشام بكاء شديدا وقال لهذه العجوز: والله يا سيدتي إن دعائك قد أحدث في السماء ضجة، طلب الصواعق وأوقف الطائرات وأمطر السماء كي يسوقني إليك سوقا. هنا إخواني وأخواتي، تجدون دائما على أن الله عز وجل يستجيب دعاءك، لذلك لا تنظروا دائما إلى الأسباب،
ولكن انظروا إلى مسبب الأسباب وثقوا في أن الله عز وجل سيستجيب دعاءكم. يقول رب العزة جل جلاله وعمنواله في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأوفياء، تفضلوا بالاشتراك معنا في قناتنا علي عبيد لكي تتوصلوا بأحدث الفيديوهات التي نقدمها لكم في أبهى حلة وأجمل صورة وأحسن تقديم بشكل مستمر ودائم.